السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اوضح هيرفين مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم انه يتحمل المسؤولية في الهزيمة التي لاحقت بالاسود في مباراتهم الاولى ضد ايران بملعب سان بطيرسبورغ، على اعتبار انه من اختار التشكيلة ومن ادارها في الملعب، مشيرا الى ان المنتخب الايراني من النوع الذي تؤدي الثمن غاليا كلما اخطأت امامه. والحر ينار على ان اللاعبين المغاربة خانتهم اللمسة الاخيرة الفعالة التي كان يمكنها ان تمنح المنتخب الوطني الهدف وتجنبه مشكلة الحسابات. وزاد: انا اشعر بخيبة امل شديدة، حتى لو تعادلنا بالنظر الى ادائنا كان الفوز اكثر عدالة. ثم قال: يمكنكم اذن ان تتخيلوا شعوري. اوضح هيرفي ريون.